كريبتو فارم الشركه التي وضعت شيء ممتاز هو التعدين على الاثيريوم صراحه الشركه تتطور ماذا ساقول لكم تتطور خطوه بخطوه ولدي استراتيجيه عاليه لا يوجد بها اي ارباح خياليه او شيء من القبيل الشركه تفرض عليك عقد نعم نعم صراحه الشيء شيء فوق الروعه هذه الشركه في السابق اخواني في الدروس السابقه سأريكم هي إيه. شركه كريبتو فارم كما قلت واليوم ان شاء الله ساقوم بشرح لكم كيف كيف يمكنك البدء بتعدين الاثيريوم لان الكثير من الاخوان شاهدين الان هذه الفتره فتره الاحمرار في السوق يعني الاثيريوم الان هو منهار نهائيا يعني اخوتي انظر معي انظر 694 دولار الاثيريوم راه صراحه ما اقول لكم الاثيريوم راه 1000 دولار ثمنه هو 1000 دولار اخواتي ركز جيدا 1200 دولار هو ثمن الاثيريوم يعني اذا قمت بتعدين الاثيريوم كذلك نسبة الربح صراحه شيء شيء فوق الروعه نعم ركز معي جيدا الان سوف نتطرق الى شرح هذه الشركه مجددا وكيف كيف يمكنك ان تقوم بتعديل الاثيريوم عليها نعم هي اضافه جديدة عبر هذه الشركة الحمد لله نعم أولا طريقة تجي عبر الشركة مالك الضغط على الرابط اللي في هذا الفيديو سوف نربط إليك واجهة عبر الشكل التالي عليها مباشرة هنا تقوم بوضع هنا الاسم الخاص بك هنا الاذر الاسم اللي تدخل به الى الموقع هنا الباسورد ثم الباسورد هنا الايميل ثم تقوم بكتابة الايميل الخاص بك هنا تقوم بوضع كابتشا نعم ثم تقوم بعمل الريجستر وانت تقوم سوف تذهب الى الايميل الخاص بك وسوف تقوم بعمل كليك كونفيرم يعني سوف تقوم بتفعيل هذا الحساب الخاص بك الان ساقوم بالدخول مباشرة الى حسابي نعم اخوتي هذه واش الحساب نقوم بعمل هنا لوجين نعم اخوتي هذه واش هذه الشركة الرائعة صراحة كما اقولها واكررها شركة ليس بها ارباح خيالية او شيء من القبيل هنا ان شاء الله سوف تحقق يومي خاص بك على الاراده التي تريدها انت مثلا قم بتغيير حياتك بخطوه بخطوه يعني انك سوف تقوم باستثمار مبلغ بسيط ودم مع, مع اعاده الاستثمار يعني اللي تحصل عليه تقوم باعاده استثمارها نعم هذه هي الخطوه التي انصح بها الكل ودائما اتبع الخطوات خطوات اخواني لا تقوم بوضع الكل في سله واحده اشتغل على التعدين كريبتو فارم اشتغل على التريدينج. اشتغل على جمع الربح المجاني اشتغل على جميع, جميع المجالات يا اخي نعم اي تساؤل انا في الخدمه راسلني عبر الصفحه اي تساؤل اذا لم تعرف اي شيء فقط عبر الصفحه انا ساساعدك أه ساقوم باجابه الكل يا اخوان انا سأق... انا اجب الكل يا اخوان ليكون في علمي على المهم الان سوف نقوم بشرح طريقه كيف يمكنك ان تقوم بالتعدين على الايثيريوم يا اخواني مثلا هنا يا اخواتي سوف ننطلق الى هنا الى الايثيريوم الايثيريوم بالانس عبر الشكل التالي هكذا نقوم بالنزول الى الاسفل بعض, بعض الشيء اخواتي نعم الان هنا هنا نرى هنا الماينينج تيب يا اخواني مثلا انا انا الان اقوم بتعدين عمله البيتكوين لان عمله البيتكوين هي النمبر يا اخواتي في عمله المستقبل وتليها عمله الايثيريوم لكن ده كنت من محبي عملة الايثيريوم فقم بتعدين عملة الايثيريوم يا اخواتي هي كذلك لا زالت ممتازة جدا وسوف تنطلق الى اكثر من الفين 2000 دولار كن على يقين هي تابعة للبيتكوين نعم دائما هي النمبر 2 بعد البيتكوين يا اخواني نعم انظر هنا نقوم بعمل هنا لدينا على ماذا نريد التعدين اما عبر البيتكوين اما عبر اليوس ام ام يعني السيطرة هنا عملة يونيفرسي كورنسي اخواني يعني عملة اليونيت وانا انصح بشراء هذه العملة في المنصة هنا الايثيريوم تقوم بعض هنا الايثيريوم وسوف تبدأ بتعدين الايثيريوم يا اخواني والان سوف نقوم بشرح كيف يمكننا ان نقوم بالاستثمار عبر هذه الشركه سهله جدا اخواتي نعم لاحظوا معي جدا هذا الشرح وتابعوا معي ولا تبخلوا علي باللايك لك هذا الفيديو مثلا انت لديك فقط تريد استثمار 20 جيجا لان هذا هذه الشركه تعطيك 50 جيجا مجانيه اذا قمت بالتسجيل تعطيك 50 جيجا مجانيه تقوم بتعديل لك كذلك البيتكوين او الايثيريوم الذي تريد انت نعم لاحظ معي جيدا فقط اشتري 20 جيجا لكي تشح لك فرصه السحب من هذه الشركه لاحظ معي جيدا انظر هنا مثلا انت تريد شراء فقط 20 جيجا 20 جيجا فقط فقط توجد عبر اللايف تايم و15 سنه نعم هذه العقود الخاصه بهذه الشركه لماذا اقول لك ان هذه الشركه ممتازه ورائعه لانها تفرض عليك عقد عقد ينتهي ليس كمثل تلك الشركات الاخرى نعم وهذه الشركه موجوده مقرها في تايلاند وسيريكم كل الاثباتات عبر هذه الشركه نعم لاحظ ما يجي دل مثلا تريد انت تستثمر فقط 20 جيجا 20 جيجا تقبل عمله اليونت ليس أن ليس بالدفع لهم عبر البيتكوين مثلا اذا كنت تريد الاستثمار عبر البيتكوين تخسروا اما ثلاث اشهر او سته اشهر او سنه او ثلاث سنوات يا أخينا. عبر الشكل التالي انظروا معي هنا عمله البيتكوين مثلا اذا اخترنا 15 سنه او اللايف سامي اخوتي فعملة اليونت التي تدعم الان مثلا انت لديك فقط تريد الاستثمار 20 جيجا 20 جيجا تقوم بعمل هنا سوف تذهب الى منصة اليوبيت لقد شرحت كل شيء عبر الدرس السابق سوف ينبثق عليكم في اخر هذا الفيديو نعم هذه الاشياء كلها لقد قمت بشرحها في الدرس في الدروس السابقه سوف تنبثق عليكم في اخر هذا الفيديو نعم درس كيف يمكن تحقيق 9000 دولار درس كيف يمكن ان تقوم بتحقيق 5000 دولار اخوتي نعم سوف ينبثق عليكم هذه الدروس في اخر الفيديو تطرقوا اليها عبر هذه القناه توضيحات جد جد ممتازه مثلا تريد الاستثمار مثلا تريد الاستثمار في خطه أشهر أو سنة مثلا ستة هذه السنة تقوم بعمل مثلا تريد شراء 70 70 ألف جيجا يعني الأرباح سوف تكون ممتازة جدا مثلا تريد الحصول على مثلا 63 دولار في اليوم يا أخي عليك دفع لهم هذا المبلغ يا أخي 1.01 بيتكوين نعم. مثلا نحن نريد فقط هذا المبلغ 20 دولار في اليوم مثلا نحن نريد نريد 20 دولار في اليوم 20 دولار في اليوم إخوتي علينا أن نقوم بدفع لهم هذه القيمة نعم هذه القيمة إخواني نعم نعم لاحظوا معيزين نقوم بعمل هنا باي نوع عبر الشكل التالي هكذا ونقوم بعمل الكوبي كوبي لهذه الادريس وانا دهب الى المحفظه الخاصه بنا لهم هذا المال في هذه الادرس وحنا قمنا بالاستثمار عبر شركه كريبتو مايننج فارم احسن شركه تعدين البيتكوين يا اخواتي لا يوجد شيء مثل هذه الشركه انا مثلا دائما اقوم باعاده الاستثمار يعني الارباح التي اقوم بالتحصل عليها اقوم باستخراجها نعم هذه هي الخطوه الرائعه من هذا الموقع تقوم باستخراج الارباح الخاصه بك ومن ثم تقوم باعاده استثمارها داخليا هكذا تقوم بتجديد العقود الخاصه بك مثلا انت قمت بالاستثمار الان يمكنك الاستثمار كذلك بعد لحظه يعني يعني انت اشتري ما يمكنك انت من العقود التي تريد شرائها نعم صراحه شيء شيء فوق الروعه يا اخواتي نعم هذا للذكر فقط يا اخواتي انت قم بالاستثمار عبر الخطه التي تريد انت مثلا ثلاث سنوات نعم ثلاث سنوات مثلا ثلاث اشهر نعم هذه خطه ثلاث اشهر كذلك شيء ممتاز اذا اردت ان تقوم بالرب فقط في ثلاث اشهر استعمل كذلك هذه الخطه تقوم بعمل باي اشتري وحده جيجا الخاصه بك مثلا تريد تستثمر حتى 1000 جيجا اذا اردت ان تقوم بشرائها فقم بشرائها من عبر هذه الشركه الرائعه تمنه هو هذا اخواتي نعم ساريكم اياه نعم هذا تقوم بعمل هنا باي عبر الشكل التالي هكذا وكذلك تقوم بعمل كوبي لهذه لهذه الادريس وتقوم في الخاصه بك وترسل لهم هذا المال عبر هذه الادرس. وتقوم بالاستثمار عبر هذه الشركه نعم صراحة الان البيتكوين منخفض لانه منهار جدا اشتري قدر المستطاع من وحده الجيجا نعم صراحة هذا هو ما يمكن ان اقوله عبر هذه الشركه وبالدلائل اما مهم مالك تستفيد منه انت كذلك نعم عبر هذه الشركه الرائعه كما قلتها شركه كريبتو مانينغ فارم توجد على تايلاند اخواتي نعم تايلاند اخواتي يوجد مقرها صراحة شيء فوق الرائع أه نعم هنا كونتاكت ازي اخواني نعم انظروا هذه مقرها في تايلاند اخواني عبر هذه المدينه يا اخواني صراحه شيء شي فوق الروعه وهي تعمل حتى الان انا لي مع اكثر من ثلاث سنوات هذه الشركه نعم انظروا معي كل شيء مرخص عبر هذه الشركه تس... تسجيلها كل شيء اخواتي نعم كما ترون الان هنا الهاتف الخاص بهم هنا السبورت الخاص بهم كل شيء موجود عبر هذه الشركه نعم صراحه كان نكون مدينة في هذه الحلقه اذا أنت اذا اردت ان تقوم بتعدين الايثيريوم قم بتعدين عبر الطريقه التي قمت بشرحها لك نعم ولا تبخل الا باللايك لك هذا الفيديو والسبسكرايب لتكون مشترك نعم تعدين الايثيريوم في هذا الوقت شيء رائع لان البيتكوين الان هو منهار جدا 694 دولار اذا بتعدين سوف تربح مبالغ مهمه جدا لان لان كما قلت لك مقره هو فوق الألف دولار ليس بالاسفل اخواتي